أهلا بكم مشاهدينا من جديد. والآن يعني يهدف تقويم الأسنان إلى إصلاح عيوب التصاق الأسنان أو إطباقها على بعضها البعض، ولعل من أبرز عيوبه هو طول المدة الزمنية المستغرقة لإصلاح الأسنان، الأمر الذي دفع العلماء إلى ابتكار ما يعرف بالتقويم السريع، والذي يعد طفرة جديدة لإصلاح عيوب الأسنان في أقل فترة زمنية ممكنة. وتختلف مراحل تقويم الأسنان من شخص إلى آخر، حيث يتم خلالها مراعاة العمر وشكل الفك ومدى بروز الأسنان. كل هذا وأكثر سنتعرف عليه طبعا في فقرتنا لهذا اليوم مع الزميل عبدالله الزعبي من دبي وضيفه الدكتور مازن الحمادي، أخصائي طب وتقويم الأسنان. عبدالله صباح الخير. يسعد صباحك يا عبدالله. صباح الخير روان، وصباح الخير كارلوس ولجميع السادة المشاهدين. بالفعل يعني موضوع تقويم الأسنان كانت مشكلة تؤرق الكثير ممن يلجؤون لهذه العمليات لطول الفترة التي كانت تحتاجها مثل هذه العمليات في تقويم وإعادة الأسنان إلى شكلها الطبيعي. في هذه الفقرة سنتحدث مع الدكتور مازن الحمادي، أخصائي طب تقويم الأسنان وأخصائي طب الأسنان أيضا، ليحدثنا عن الطرق الحديثة في علاج الأسنان، وأيضا ليحدثنا عن أنواع تقويم الأسنان وما هي أسرع الطرق في عملية علاج تقويم الأسنان. دكتور مازن يسعد صباحك. مرحبا أخي عبد الله، شكرا للاستضافة بمركز المعرفة الطبي فرع دبي. إذا نتكلم عن أنواع تقويم الأسنان مثل ما حضرتك تفضلت، تقويم الأسنان تختلف أنواعه حسب احتياجات المرضى والتقنيات الحديثة اللي ممكن نطبقها. فنبتدأ بالتقويم العادي اللي هو تراديشنال، في التقويم الحديد اللي يتركب من الأسطح الخارجية، وطبعا في التقويم الشفاف السيراميك اللي أكثر شيء نقترحه على الكبار. طبعا في تقنيات حديثة ظهرت اللي هي تسمح لنا أنه نوع الحاصرات التقويم من الداخل، وهذا هو التقويم اللساني. طبعا هذه الأنواع نقترحها على المرضى اللي هم عندهم احتياج أكثر أنه يكون التقويم أو فترة العلاج ما يبين عندهم التقويم. في أنواع بعد أكثر اللي هي التقويم الشفاف المتحرك اللي هي الأغطية البلاستيكية، هذه اللي ممكن أيضا نقترحها على الكبار بتحريك أسنانهم. طيب دكتور، يعني تقويم الأسنان ممكن يبدأ من الصغار أو حتى يبدأ من سن مبكرة، ولغاية أي سن ممكن يتم استخدام هذا؟ الحديث حول العمر المناسب للبدء بتقويم الأسنان، طبعا في احنا مراحل كثيرة أنه تبدأ من أعمار مبكرة، من 7 سنين تبدأ الزيارات الأولى. لكن إذا أريد نركز على التقويم للكبار، خلينا نقول احنا اليوم في فكرة عند الناس أنه التقويم لا يصح إلا للأعمار المبكرة اللي هي الأعمار خلينا نقول المراهقين من عمر 12 وفوق. لكن إذا أريد نتكلم عن التقويم للكبار، أنه لازم نفهم أنه التقويم ممكن أنه نقترحه على كل الفئات العمرية وإن كان أعمارهم متقدمة، بس لازم تكون الشروط متوفرة، مثل أنه يكون العظم سليم، روابط الجذور تكون أيضا سليمة، تكون الأسنان في صحة سليمة. هنا ممكن أن نقترح تقويم الأسنان لكل الفئات العمرية وإن كان أعمارهم متقدمة. هل هناك اختلاف بين تقويم الأسنان عند الصغار وتقويم أو المراهقين وتقويم الأسنان عند الكبار كبار السن؟ بالنسبة لتقويم الأسنان عند الكبار، طريقة المعالجة أكيد تختلف عن طريقة المعالجة عند الأطفال أو خلينا نقول المراهقين، لأنه أولا بمسألة التشخيص ومسألة تحقيق الأهداف. عند الكبار ما نبحث أنه نحقق كل الأهداف المثالية، لأنه نراعي الفترة العمرية لهذه الفئة العمرية، أنه إحنا ما نريد نطول فترة العلاج، وما نريد أنه نحط هذا المريض في علاجات معقدة تستدعي قلع أسنان وتستدعي علاجات طويلة الأمد. فإذا ابتداء من مبدأ من فكرة الأبروش للمريض حيكون مختلف، خطط العلاج حتكون مختلفة، وأيضا التقنيات اللي ممكن نقترحها على المريض هتكون مختلفة. حنراعي بالشكل الأساسي أنه هذه فترة العلاج تكون مثل ما قلنا قصيرة، واثنين أنه يكون ما في قلع، ثلاثة أنه الحاصرات اللي نقترحها بالغالب لازم تكون غير مرئية. فهنا حنجي نقدر نقترح التقويم الداخلي اللي هو التقويم اللساني اللي يتركب من الداخل واللي هو ما يبين نهائيا، أو ممكن نقترح الأغطية البلاستيكية اللي هي أيضا أجهزة متحركة تتيح لنا تحريك الأسنان وتحقيق الأهداف بفترات قصيرة وأيضا بأجهزة غير مرئية بالنسبة للمريض.
طيب دكتور، يعني تحدثنا عن الطرق العلاجية، هناك طرق علاجية كثير ممكن يتم استخدامها في علاج أو في عملية تقويم الأسنان. نعم. الطرق أو الأعمار اللي ممكن نحكي عنه أنه هذا كبير في السن، نعم، يحتاج علاج لتقويم الأسنان، من أي عمر ممكن يبدأ، وما هي الطرق المقترحة لمثل هذه الأعمار؟ يعني مثل ما تكلمنا أنه العمر هو مو عامل يحددنا في البدء بعلاج تقويم الأسنان. إذا نرجع للأعمار المبكرة، احنا قلنا ممكن احنا كتقويم محاصرات نبدأ بعمر 11-12 سنة، ممكن أنه نقترح هذه العلاجات. إذا قلنا على الأعمار الكبار البالغين، مثل ما تحدثنا أنه ما في عمر يحددنا في البدء بتقويم الأسنان، اللي حددنا هي الشروط السريرية، بمعنى وجود العظم واللثة والأسنان في وضع سليم، هي اللي تأهلنا أنه نبدأ بهيك علاج. أما نجي إلى تطبيقات علاج تقويم الأسنان عند الكبار، فإذا أريد نتكلم عن هذا الموضوع، حقيقة الاحتياج هو مو بس للشيء الجمالي. يعني هي الفكرة أنه مو مسألة تقويم الأسنان اليوم دخل بس من مسألة صف الأسنان وجعلها ابتسامة جميلة، وهذا احتياج مشروع ومطلوب، وأيضا في احتياج وظيفي، لأنه أنت تحط الأسنان في حالة اطباق سليم وتخلي المريض انه يستخدم اسنانه بشكل سليم. لكن في احتياج كثير مهم، اللي هو احتياج التعويضات. هنا يدخل دور تقويم الاسنان عند الكبار في عمليه تهيئه الاسنان انه تستقبل التعويضات، والتعويضات انواعها كثيره، منها زراعه الاسنان، منها الجسور. فهنا بدنا نتكلم عن فئه عمريه دخلوا في مراحل من علاجات الاسنان، فقدوا اسنانهم، اسنانهم مالت، اسنانهم نزلت، انحرفت، فهنا التعويضات حتكون صعبه اذا ما سبقها عمليه تقويم الاسنان اللي تهيئ لنا الاسنان لاستقبال التعويضات. طبعا في دور كثير مهم لتقويم الاسنان في تهيئه العظم. في فكرة كثير مهمة بالنسبة للمرضى اللي ممكن يجهلوها، انه هو اذا ما كان عنده عظم بمكان معين، اذا استخدم تقويم الاسنان واذا حركنا الاسنان باتجاه المعاكس للمكان اللي نريد نزرع به، هنا حنقدر عن طريق تقويم الاسنان وعن طريق تحريك الاسنان بخلق عظم، وهذا العظم حيساعدنا في زراعة الأسنان. إذن هي العملية مو بس فكرة أنه اليوم إحنا شيء جمالي أو نصف الأسنان للحصول على الابتسامة، لكن الوظيفة أيضا راح نقدر نصلحها بتقويم الأسنان، وأيضا في مسألة التعويضات ومسألة الجسور وزراعة الأسنان. طيب دكتور، نرجع لموضوع أنواع تقويم الأسنان وموضوع طول فترة علاج تقويم الأسنان. نعم، هذه طول الفترة، يعني أنتم كيف دخلتوا التكنولوجيا في عملية علاج الأسنان لحتى تقلل من الفترة الزمنية لعلاج الأسنان؟ حقيقة بالنسبة للتقويم عند الكبار، في تقنيات كثير حديثة ظهرت، وهذه كلها تستخدم الحاسوب وكاميرات المسح الثلاثي، اللي مكنتنا من البداية أنه نقدر نحصل على نتائج العلاج أو نتوقع نتائج العلاج قبل ما نبدأ بالعلاج. بمعنى إحنا عندما نبدأ الخطوات الأولى نبعثها للشركات المتخصصة، هذه الشركات تقوم بمسح الأسنان وتحويلها إلى صور رقمية على الحاسوب. عن طريق الحاسوب نقدر نصف الأسنان ونقدر نأخذ النتائج اللي نريدها قبل ما نبدأ بالعلاج، وهذه طبعا كلها تقنية رقمية، وهذه طبعا تصح على التقويم الداخلي. مثلا إذا بدنا نتكلم عن التقويم الداخلي، طبعا التقويم الداخلي في مثل ما قلنا أنه يتفصل ويتصنع حسب الأسنان، وطبعا حتى عن طريق الروبوت ممكن أنه تصنع لنا الأسلاك، والأسلاك كلها تكون جاية مفصلة على شكل الأسنان، ونتائج العلاج أيضا نقدر نشوفها قبل ما نبتدأ بالعلاج، وهذه كلها تصنع عن طريق الحاسوب. ومثل ما قلنا أنه إحنا نقدر نختصر فترة العلاج، لأنه حتكون العمليات دقيقة ومحسوبة، وراح تكون النتائج كثير متوقعة. شكرا لك دكتور مازن على هذا المعلومات القيمة في علاج تقويم الأسنان. الشكر لكم أيضا زملائي ومتابعينا من على قناة شاشة الغد. إلى اللقاء. شكرا لك عبد الله.